الخامس من مايو هو اليوم العالمي للربو، وبمناسبة هذا اليوم ينصح مركز أبو ظبي للصحة العامة جميع المصابين بالربو بالالتزام بالخطة العلاجية الموصى بها من قبل الطبيب، مع تجنب أي مثيرات للربو، وهذه الخطوات تعتبر مهمة وفعالة في السيطرة على الربو. الربو مرض مزمن يصيب المجاري التنفسية اللي تحمل الهواء من وإلى الرئتين، بحيث تصبح هذه المجاري شديدة الحساسية لعوامل نسميها العوامل المثيرة. فعندما يتعرض الشخص لمثل هذه العوامل المثيرة تضيق المجاري التنفسية ويزيد إفراطها للمخاط، والذي يسبب البلغم، مما يؤدي ذلك إلى قلة تدفق الهواء من وإلى الرئتين، وبالتالي صعوبة في التنفس، وهذا اللي نسميه بأزمة الربو. الطريقة المثلى لتجنب النوبات الحادة للربو هي إن احنا نتعرف على مثيرات الربو المختلفة ونبتعد عنها قدر الإمكان. هذا الشيء ممكن يتضمن تجنب البخور، معطرات الجو، أصباغ المنازل، إضافة إلى الابتعاد عن بعض الضغوطات النفسية والعصبية، وإبقاء أيضا النوافذ مغلقة في الطقس المغبر، وتنظيف فلتر المكيف بانتظام. إن الإحصائيات ما زالت تشير إلى أن ما يقارب نصف المرضى المصابين بالربو في إمارة أبو ظبي هم أطفال من سن الولادة حتى 17 عاما، مما يجعل دور ذوي المصابين مهم جدا، وذلك مساعدة أطفالهم في السيطرة على مرض الربو وضمان استمرارهم في تلقي العلاج اللازم.